هذا الكتاب الفقهي الذي هو رسالة لأبي زيد القيرواني. تدارس على ضوء الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن القواعد الأصولية ومن خلال القواعد الفقهية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الآن قد بدأ في أول باب من أبواب الرسالة. فأول باب هو هذا الذي بين أيدينا، والذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من وتعمل به الجوارح من أمور من واجب أمور الديانة. والباب معناه في اللغة الفرجة التي يتوصل بها من خارج إلى داخل أو من داخل إلى خارج، هذا هو الباب في اللغة. وأما في الاصطلاح فالباب عبارة عن مسائل من العلم مخصوصة. يطلق الباب عند كل فن من الفنون على طائفة من مسائل العلم مخصوصة. قد يكون الباب كما هنا عبارة عن طائفة من مسائل عقدية، وقد يكون عبارة عن طائفة من مسائل عبادية، وقد يكون عبارة عن طائفة من مسائل المعاملات، وقد يكون الباب عبارة عن طائفة من مسائل المعاملات. هذا بالنسبة لرسالة الشيخ رحمه الله. وإذا كنا في باب النحو فالباب يطلق على طائفة من مسائل النحو، وإذا كنا في باب البلاغة فكذلك، وهكذا. أما من حيث إعراب باب، هنا يجوز فيه وجوه ثلاثة من الإعراب: يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف فيقال هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، أن يكون مبتدأ خبره محذوف، ويجوز أن يقرأ على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ بابا، أقرأ بابا. كل هذه الوجوه جائزة فيه. يقول رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. والباب مضاف وما مضاف إليه وما موصولي هنا، أي باب الذي، أي هذا الباب مشتمل على الأمور الذي أو الأمور التي يجب أن تنطق بها الألسنة وأن تعتقدها الأفئدة. ما هي هذه الأمور؟ هي التي بينها بقوله من واجب، فمن هنا بيانية، من بيانية تفسيرية لكلمة ما. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة من هنا بيانية. ما تنطق به الألسنة مما أوجب الله على الألسنة أن تنطق به، وما تعتقده الأفئدة مما أوجب الله على كل فؤاد وعلى كل قلب أن يعتقده. فهناك أمور في الشريعة أوجب الله تعالى على كل مكلف أن ينطق بها بلسانه، وهناك أمور في هذا الدين أوجب الله على كل مكلف أن يعتقدها بقلبه، وهناك أمور
مندوبة للمكلف أن ينطق بها بلسانه، وهناك أمور مندوبة للمكلف أن يعتقدها بقلبه، لأن الأحكام الشرعية منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، بل ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مباح. وهذه الأحكام الشرعية تتعلق باللسان وتتعلق بالقلب وتتعلق بالجوارح. الأحكام الشرعية الخمسة تتعلق باللسان وتتعلق بالقلب وتتعلق بالجوارح. فهناك أمور واجبة على اللسان، وأمور مستحبة على اللسان، وأمور محرمة على اللسان، وأمور مكروهة على اللسان، وأمور مباحة على اللسان. وهناك أمور واجبة على القلب أن يعتقدها، وأمور مستحبة في القلب أن يعتقدها، وأمور محرمة على القلب أن يعتقدها، وأمور مكروهة على القلب أن يعتقدها، وأمور مباحة على القلب له ساعة فيها. وهناك أمور واجبة على الجوارح، مراد بالجوارح العينان والأذنان وكذلك اليدان والرجلان. هذه الجوارح ويضاف إليها البطن، ويضاف إليها كذلك الفرج، فتلك هي الجوارح السبعة. منها أمور أوجبها الله على هذه الجوارح، ومنها أمور ندبها الله على هذه الجوارح، ومنها أمور حرمها الله على هذه الجوارح، ومنها أمور كرهها الله لهذه الجوارح، وهناك أمور أباحها الله لهذه الجوارح. إذا المؤلف هنا سيتحدث في هذا القسم الذي هو قسم العقيدة على الأمور التي أوجب الله على اللسان أن ينطق بها، وعلى القلب أن يعتقدها، لأن العقيدة محل اعتقادها القلب، ومحل نطقها اللسان، ومحل الجوارح بها، ومحل العمل بها الجوارح. فالعقيدة مركبة من هذه العناصر الثلاثة، أي الإيمان. إذا تحدثنا عن العقيدة المراد بها الإيمان، الإيمان مركب من عناصر ثلاثة. العنصر الأول القلب، والعنصر الثاني اللسان، والعنصر الثالث الجوارح. فلا تتم العقيدة ولا تتحقق إلا بالاعتقاد القلبي وبالنطق اللساني والعمل بماذا؟ بالجوارح. وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن الإيمان مركب من اثنين فقط، مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، ولكن سيأتي لنا من كلامه ما يدل على أن العقيدة لا بد فيها من الأمور الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات، من واجب أمور الديانات، أي من واجب أمور العبادة والعقيدة التي يجب على كل مكلف أن يعتقدها وأن ينطق بها وأن يعمل بها بجوارحه. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أي الأمور العقدية، قد وصلت في العدد إلى ما يزيد على 100 عقيدة. من أراد أن يستقصيها ويستقرئها ويتتبعها قد يجد فيها 100 عقيدة أو أكثر. والحقيقة أن الأمور العقدية منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل. فالمفصل إذا أردت أن تحصيه تجده على هذا العدد الذي ذكره بعض الشراح في هذه الرسالة، أي في هذا الباب بالذات. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا
نعم، من ذلك الذي يجب أن تعتقده الأفئدة وأن تنطق به الألسنة. من ذلك، من هنا خبر مقدم وهي بيانية أيضا، من هنا بيانية تفسيرية موضحة للأمور التي يجب اعتقادها والنطق بها باللسان. أول عقيدة وأول شيء يجب على الإنسان أن يعتقده بقلبه وأن ينطق به بلسانه أن الله لا إله، أن الله إله واحد، أن الله إله واحد. وبدأ باسم الجلالة أن الله، لأن اسم الجلالة هو أعظم الأسماء وهو الجامع للأسماء الحسنى كلها. كل أسماء الله تبارك وتعالى ترجع إلى اسم الجلالة الذي هو الله. والله تعالى هو أعرف المعارف، حتى قيل إن سيبويه رحمه الله تعالى لما توفي رؤية في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بسبب أني لما سئلت عن أعرف المعارف فقلت: أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، بعد اسم الجلالة. بهذه الكلمة غفر الله له سبحانه وتعالى، كما جاء في هذه القصة: أعرف المعارف بعد اسم الجلالة، لأن اسم الجلالة هو أعرف المعارف على الإطلاق. اسم الجلالة الذي هو الله جل جلاله. والمؤلف رحمه الله تعالى قد اقتبس هذا التقديم وهذا التصدير من ماذا؟ اقتبسه من القرآن، لأن القرآن الكريم يصدر فيه الله جل جلاله اسم الجلالة في آيات متعددة، منها قول ربنا جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر كيف صدر الله هذه الطائفة من أسمائه الحسنى بماذا؟ باسم الجلالة، هو الله. المؤلف قد اقتبس من القرآن هذا الأسلوب الجليل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا في القرآن كثير جدا، وفي سورة جليلة من سور القرآن الكريم اسم الجلالة مع كل آية من آياتها، ما من آية في هذه السورة إلا وهي مشتملة على اسم الجلالة، ما من آية من آي هذه السورة إلا وهي مشتملة على اسم الجلالة، وهي سورة مجادلة. قال الله تعالى في أولها وفي مطلعها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، ولم يقل وتشتكي إليه، مع أنه في اللغة العربية إذا تقدم الاسم فإنه يعود عليه الضمير، لكن الله أظهر في محل الإضمار هنا، هذا ما يسمى عند علماء البلاغة بالخروج عن مقتضى الظاهر. ثم قال بعد ذلك سبحانه: لا إله إلا هو، وتشتكي إلى الله، والله، ولم يقل وهو، والله يسمع تحاوركما. ثم قال: إن الله، ولم يقل إنه. وهكذا كل آية من آي سورة المجادلة إلا وهي مشتملة على اسم الجلالة. اسم الجلالة إذن هو الاسم الجامع
الذي تعود أسماء الله الحسنى كلها إليه ويدل عليها يدل على الذات بالمطابقة، ويدل على جميع الأسماء بماذا؟ بالالتزام، وعلى كل اسم بالتضمن. هذه الدلالات سوف تأتيكم إن شاء الله تلا أشوش عليكم. دلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ستأتي في محلها إن شاء الله. المقصود عندنا هو تقديم اسم الجلالة على جميع الأسماء هنا. ولذلك قال رحمه الله تعالى: نعم، أن الله إله واحد. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن الله إله واحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل معبود سوى الله في هذا الكون فعبادته باطلة. لماذا؟ لأنه لا يعبد إلا من اجتمعت فيه صفات يستحق بها العبودية، وهذه الصفات لا توجد إلا في ذات الله عز وجل، فهو الذي اجتمعت فيه الصفات التي يستحق بها أن يعبد وحده لا شريك له. قال: نعم، لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير. نعم، ولا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل. هنا أمور ثلاثة: نفي المثيل، ونفي الشبيه، ونفي النظير. اللغويون يجعلون هذه الأسماء الثلاثة بمعنى واحد مترادفة: المثيل والشبيه والنظير. ولكن المحققين من العلماء يقولون: فهناك فروق دقيقة بين هذه الأسماء الثلاثة، بين المثيل والشبيه والنظير. فالمثيل هو المساوي من كل وجه، المثيل هو الذي يساوي من ماثله من كل وجه، لا فرق بينه وبين من ماثله. والشبيه هو الذي يساوي في أكثر الوجوه، والنظير هو الذي يساوي في بعض الوجوه. وكل هذه الصفات منزه عنها ربنا عز وجل، فلا مثيل له. قال تعالى: ليس كمثله شيء. ولا شبيه له، قال تعالى: ولم يكن له كفؤا احد. ولا نظير له، قال تعالى: وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الاعلى، لا نظير له، لا شبيه له، لا مثيل له. ثم قال: ولا صاحبة له ولا شريك له. نعم، ولا ولد له ولا والد له، لا ولد له سبحانه جل جلاله، لأن الولد من صفات المخلوق، أما الخالق جل جلاله فجل أن يكون له ولد، لأن هذا أي صفة الولودية هي من صفات المخلوق الضعيف الذي يحتاج، لأن الولد لماذا يكون؟ للحاجة إليه. لماذا يلد الناس؟ لحاجتهم إلى الولد. والله تعالى غني لا يحتاج إلى ولد، ولا والد له، لأن الذي يتصف بالوالد هو المخلوق الذي نتج عن غيره وولد
من طرف غيره. أما الله جل جلاله فحاشاه أن يكون قد ولد من غيره، إذ لو كان له هذا الوصف لكان الذي ولده يكون مولودا، ولاستمر هذا الوصف إلى ما لا نهاية له، ويؤدي إلى ما يسمى عند العلماء بالتسلسل، وإن توقفنا يؤدي إلى الدور، والدور والتسلسل محالان، وما أدى إليهما فهو محال. إذا الله تعالى نزه نفسه جل جلاله في القرآن الكريم عن الولد وعن الوالد، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا صاحبة له جل جلاله. المراد بالصاحبة هنا الزوجة، لأن القرآن يعبر عن الزوجة بالصاحبة في مواضع عدة. قال تعالى في تنزيه نفسه جل جلاله عن الصاحبة: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، جل جلاله، لأن الذي يحتاج إلى الصاحبة هو المخلوق. لماذا يتخذ الإنسان الصاحبة؟ لحاجته إلى الصاحبة التي تؤنسه. والله جل جلاله منزه عن ذلك، لأنه الغني كما قال جل جلاله: والله الغني الحميد. ثم قال: نعم، ولا شريك له جل جلاله. قد نفى الله تعالى الشريك عنه في آيات كثيرة. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لا شريك له في ذاته، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله. لا توجد ذات تشارك الله عز وجل في خصوصية ذاته، لأن خصوصية ذات الله عز وجل أنها ليست مركبة من أجزاء، كما تركب الذوات كلها من أجزاء. كل ذات غير ذات الله تعالى إلا وهي مركبة من أجزاء. ذواتنا مركبة من هذه الأجزاء التي ترون، وذات السماء وذات الأرض وأي ذات من الذوات المخلوقة إلا وهي مركبة من عناصر. أما ذات الله فمنزهة عن التركيب، لأن التركيب حاجة، لأن التركيب إنما يكون عند الحاجة، لأن الذات لا يمكنها أن تكون ذات قائمة إلا بأن تركب من أجزاء. فذاتك مثلا لو لم تتركب من عينين ومن لسان ومن شم ومن سمع ومن جهاز عصبي وجهاز لمفاوي وجهاز عظمي، لا يمكن أبدا أن تقوم، فهي محتاجة. فذات الله غنية تتنزه عن التركيب. لذلك لا شبيه له في ذاته، ولا شبيه له في صفاته، ولا شبيه له في أفعاله. نعم، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لابتدائيته لأوليته ابتداء، أي أنه سبحانه وتعالى لا أولية لوجوده. كل المخلوقات لها أولية، لأنها كانت عدما ثم وجدت. أما الله جل جلاله فيستحيل في حقه العدم، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال ربنا جل وعلا في سورة الحديث. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، جل جلاله.
إذ لا أولية لوجوده أبدا، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. وما معنى أنه سبحانه وتعالى الأول بلا بداية؟ أي أنه سبحانه وتعالى ليس له بداية حتى يكون قد وجد من عدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمهما امتد ذهنك ومهما امتد خيالك فلن تجد لربنا سبحانه وتعالى بداية. ولذلك علمنا القرآن أن نقول هو الأول، وهذه صفة من صفات ربنا جل جلاله أنه الأول بلا بداية، ويعبر عنها بعض علماء العقيدة بالقدم، وتعبير القرآن والسنة أجمل وألطف وأكمل. ما هو تعبير القرآن؟ الأول. وتعبير السنة؟ الأول، كما ذكرنا في الآيات وكما ذكرنا في الأحاديث النبوية. كذلك هو الآخر سبحانه وتعالى بلا نهاية، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة النبوية، فهو الآخر جل جلاله ليس بعده شيء. ثم قال: لا يبلغ كنها صفته الواصفون. الواصفون الذين يصفون الرب جل جلاله لا يبلغون كنها ذاته، أي حقيقة ذاته. الكنه هو الحقيقة. مهما وصف الواصفون فإنهم لا يستطيعون أن يبلغوا حقيقة الذات الإلهية، لأنه ليس كمثله شيء. والواصفون عقولهم محدودة، مهما بلغوا في الوصف ومهما بلغوا في الذكاء ومهما بلغوا في العبقرية فإنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا أوصاف الحق جل جلاله. لماذا؟ لأن العقول محدودة وذات الله ليست محدودة، والمحدود لا يدرك إلا محدود. عقول الواصفين محدودة لأنهم مخلوقون، والمخلوق عقله محدود لأنه مخلوق، وذات الله عز وجل ذات قديمة بلا حدود ولا نهاية، ولا يمكن للمحدود أن يدرك اللامحدود. هذه قاعدة، قاعدة عقلية ونقلية وفطرية أيضا، أن المحدود لا يدرك اللامحدود. المحدود وعاء محدود، هذا الوعاء المحدود لا يمكن أن يدرك شيئا ليس له حد. إذا ربنا سبحانه وتعالى ذاته ليس لها حد ولا حصر حتى يدركها من تأملها ومن تدبرها ومن وصفها. ولذلك قال: لا يبلغ كنها صفاته أو ذاته. عبر بالصفات من باب أولى وأحرى. إذا كان الواصفون لا يستطيعون إدراك الصفات، فكيف يستطيعون إدراك الذات؟ فهي من باب أولى وأحرى. إذن مهما وصف الواصفون رب العزة جل جلاله، ومهما تدبروا ذات الحق جل جلاله، فلا يستطيعون أبدا أن يدركوا كنه ذلك. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ثم قال ولا يحيط بأمره المتفكرون. المتفكرون الذين يتفكرون في شؤون الله، الأمر هنا بمعنى الشأن، الذين يتفكرون في شؤون الحق سبحانه وتعالى لا يحيطون به ولا بعلمه سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال في آية أخرى ولا يحيطون به. والإحاطة هي الاشتمال على الشيء، فالمتدبرون لا يحيطون بشؤون الحق جل جلاله للقاعدة السابقة، وهي أن هؤلاء المتدبرون تدبيرهم محدود وعقولهم محدودة، وشؤون الحق سبحانه وتعالى ليست محدودة وليس لها نهاية، والمحدود لا يدرك إلا محدود. قال جل جلاله كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا، سبحانه لا إله إلا هو. ولذلك ورد في أثر هو ضعيف من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعتبر حكمة وقاعدة، ولعله منسوب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. نعم، قال بعد ذلك يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. نعم، يعتبر المتفكرون في آياته، يعني أن المتفكر ينبغي أن يفكر في مصنوعات الله، في مخلوقات الله، في آيات الله المبثوثة في الأكوان. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر ينبغي أن يكون في الآيات الكونية، في آيات السماء وفي آية الأرض وفي آية البر وفي آية البحر وفي آية النفس وفي آيات المخلوقات الصغيرة والكبيرة والضعيفة والقوية. قال الله جل جلاله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وقال الآخر أيضا تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. هذه الآيات المبثوثة في الكون ربنا عز وجل خلقها من أجل أن يعرف بها. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ويجب على كل مخلوق أن يتأملها من أجل أن يعرف بها ربه. ولذلك عاب الله على الذين لا يتفكرون في خلق السماوات والأرض فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنه في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. إذن التفكير يكون في المخلوقات وفي الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية أيضا التي هي آيات القرآن. فهناك نوعان من آيات الله، النوع الأول الآيات الكونية الصامتة، والنوع الثاني الآيات الشرعية القرآنية الناطقة. فهناك الآيات الناطقة والآيات الصامتة،
وهناك الآيات الشرعية وهناك الآيات الكونية القدرية، وكلاهما تعرفان بالله عز وجل. هذه تعرف آيات الكون تعرف به على سبيل الإجمال، والآيات الشرعية تعرف به على سبيل التفصيل. الآيات الشرعية تفصل لنا حقيقة الألوهية، والآيات الكونية ترشدنا إلى حقيقة الألوهية، ولا بد منهما معا، لا بد من الجمع بينهما معا. نكتفي بهذا القدر لنخصص ولو بعض الوقت للمادة الثانية المقررة، وهي مادة أصول الفقه إن شاء الله.